مرة كلمت فيها حمدي جمعة ايه؟ امتى؟ حمدي يا كابتن يعني هو عايش معايا بصراحة، يعني هو يعني صديق عمري وطول عمرنا مع بعض من المراحل السنية فرقة الأمل. انت ليك معاه مواقف كتيرة قوي. جدا جدا يا طب كابتن قول مصطفى. الو كده. ألو ألو، أيوه، ازيك يا حمدي؟ كابتن ماهر أمام. ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن مصطفى؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ ربنا ما يحرمني منك. طمني على صحتك. الحمد لله ومن افضلك عليا يا كابتن. لا يا عم، ده فضل ربنا علينا كلنا. ربنا يزيدك من نعيم ولاية يا كابتن، الواحد ما لا 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 لا، ما تتكلمش حاجه زي كده يا حمدي. لا، ما ده حقك يا لا كابتن. لا 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 لا، سيب اقول يا رب، بس قول يا رب. دلوقتي ماهر وهو بيتكلم بيقول لك ان ليا مواقف كتيره جدا مع حمدي جمعه. انت قول لنا موقف كده قبل ما هو يتكلم كده، ايه الموقف اللي كان بينك وبينه؟ الموقف اكيد هو كده، قول احكي زي ما انت عايز. اصل ماهر كان غبي شويه يا كابتن. احكي احكي موقف كده. مشوار وكان عندنا ماتش اهلي وزمالك. فماهر انا قاعد على الحرف في العربيه مختار لي سايق، كل شويه يفتح الباب يفتح الباب. فرحت عامل ايه؟ ماهر هو اللي بيفتح الباب؟ ايدي يا كابتن عايز ينتحر. التركوه بتاعتي دي ولقيت وشه بالتركوه بتاعته بقت قد البطيخ. عايز ينتحر. ايدي كودي هيموتني. طب يفتح الباب ليه؟ هيمشيني. ده انا كنت بنعمل حاجات يا كابتن. طب قول لي على موقف تاني كده ما تنساهوش يا حبي. فاكر فاكر حمدي؟ بقول لك ايه، فاكر معسكر مرسى مطروح لما رحنا احنا الفريق الاول معسكر مرسى مطروح بتاع الخيم؟ لا لما لا استنى يا حمدي شويه، هقول لك بس. فاكر لما جبت انت مانجا معاك؟ فاكر كنت جايب، انت كنت مميز بحته الفاكهه. الفاكهه مظبوط، يعني الشنطه بتاعتك كانت بتبقى مره فيها تفاحه مره فيها مانجايه حاجه زي كده يعني، تمام. فالمره دي انت جبت لنا مانجا معاك، لو تفتكر مانجا كانت مانجا هندي وكانت مميزه جدا. ودخلنا الخيمه قلت لي بقول لك ايه، انا معايا مانجا بين الحين والحين كده بعد العشاء نبدا ايه نمزمز كده إيه مع بعض. فانا خليتك يعني انت كنت بره الخيمه، فروحت انا واخد المانجا دي ورايح بيها للكابتن مصطفى عبده في الخيمه بتاعته، واخد بالك؟ هو كان قاعد الكابتن مصطفى وكان مدحت رمضان افتكر، ومش فاكر مين ثابت الله يرحمه، ثابت البطل. وعزمت عليهم بالمانجا بتاعتك، وكابتن فتحي مبروك، وكابتن فتحي مبروك، وعزمت عليهم بالمانجا بتاعتك. فانت شويه كده دخلت علينا، شميت ريحه. شميت الريحه. كمل انت بقى. انت بتضحك. والله يا كابتن ده بيعمل كان حاجات غريبه. انت قلت لكابتن مصطفى عبده يا كابتن مصطفى دي بالظبط زي المانجا بتاعتي، فاكر؟ طيب حمدي دلوقتي انت لعبت جنب ماهر همام. لعبت ايه؟ لعبت جنب ماهر همام في الملعب. هو اللي لعب جنبي يا كابتن. طيب هو اللي زملك. طيب انا لعبت الاول وهو لعب الثاني. طيب احكي لي، كان ماهر لما كنت بتلعب جنبه كنت بتعمل ايه في الملعب وكنت بتحس بايه؟ يا خبر ابيض يا كابتن، بصراحه يعني عاوز حق يا كابتن. طبعا والله ما خد حق ولا ربع حق. انا بتفق معاك يا كابتن. ماهر همام بيلغي الراس الحربه كان بيلعب عليه. نعم. أنا كنت انت عارف حضرتك كان في ماتش الزمالك بيلعبوني على علي خليل. لدرجه ان انا في ماتش لعبت عليه انا رجلي فيها ميه. اللي انا ضربت ماهر همام فيه اليوم اللي انا ضربت ماهر همام كتفه، والله العظيم يا كابتن اقسم لك بالله سادي انا ما استريحتش الا لما علي خليل لعب راس حربه، عشان عارف ان ماهر همام هيمسكه كويس قوي. كان يعني بيلعب وين؟ يعني كنت بتحس بالامان مع ماهر؟ امان امان يا كابتن. هو رابسه ها كابتن. كان لعيب كبير قوي 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 يا كابتن. طيب احكي للساده المشاهدين لما لبست في ماتش المصري فردتين شمال. يا خبر ابيض يا كابتن، حرام عليك. احكي يا حمدي. ده تخلي كنت يصحى من نومه. احكي يا حمدي احكي. حاضر يا كابتن. احنا رحنا المصري هناك وكل واحد انا شخصيا لبس الواد بتاع اوضه اللبس بيغسله وبينظفه وبيكويه وبيجهزه لي، واخد انا الشنطه وامشي. جينا يا كابتن الواد لمونة الحارس. لمونة حاطين لي اللبس، حاطين لي اللبس يا كابتن.
فانا جيت يوم الماتش بقى خلاص احنا نازلين ده في غرفه الملابس واحنا قبل الماتش واللي احنا بنلعب فيه ده الاستاد مش في نادي المصري. ايوه يعني مش بتاع اللعيبه ده المصري. فالمهم نزلت وانا بقى خلاص قبل التسخين بقى بلبس الشوز وكده لقيت الاثنين يا كابتن شمال. عملت ايه ساعتها يا حمدي؟ عارف ضربت المخ ايه يا كابتن بقى ايه؟ هتوقف شهر. هتخصم مني اكتر من شهرين. هشحت ومش هلعب وهرجع العب في الصعيد. انت عارف هنبتدي تاني نلعب ماتشات الوديه اللي بره مصر دي. بس انت عارف ان احلى ماتشات حياتك عملته بالفردتين الشمال؟ كابتن ده انا كنت كل ما تيجي على الشمال اعدلها على اليمين. ازاي نسيت نفسي ورفعتها بالشمال. ها راحت في المصر. حمدي احنا سعداء بوجودك معانا وان احنا رجعنا لك البسمه وان شاء الله تكون معانا في حلقه من الحلقات بتاعتنا هنا مع المجري. ربنا ما يحرمنا منك انت يا كابتن كبير. الله يكرمك يا حمدي. والله يا كابتن عند ربنا اجرك. ربنا يكرمك يا حمدي ونطمن عليك وربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبي. خليك وتعالى لي بقى زي ما كنت بتجيلي. ان شاء الله نجي لك ونزورك. حاضر من عينيا. ونبي خلي بالك من ما ربنا يبارك له يا رب. الف سلام عليك يا حمدي. الله يكرمك. الف سلام. الف سلام يا حمدي. ربنا يوفقك يا رب. شكرا يا حمدي. اظن